السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أسأل سؤال، ليه بنوتة اشترت جيبة صاحبتها شافتها كرهتها فيها، الأسبوع اللي بعده صاحبتها جابت نفس الجيبة، ايه؟ واحدة في فرحها لابسة فستان كرهوها في الفستان ليلة الحنة واليوم الفرح ويوم كذا، وبقت يعني أكتر حاجة في يوم أكتر يوم هي فرحانة فيه والمفروض إن هي تبقى سعيدة بيه كرهوها فيه. ليه ما بنخليش الناس تبقى سعيدة بما هما عليه، سواء من عطاءات أو من نعم ربنا عطاها لهم، إلا إذا كان محتاج تعديل. أنا ما بقولش ما تطمحوش، ما بقولش ما نعليش سقف التوقعات وناخد بالأسباب والأهداف والمدة الزمنية اللي تخلينا إن إحنا نكبر ونعلى، مفيش مشاكل. لكن إن أنا أكره اللي قدامي فيما أعطاه الله او عطيه الله سبحانه وتعالى عطاه وهو فرحان بيها، ممكن تكون بالنسبه لك مش حلو لكن هو شايفها حلوه، ليه نكرهه فيها؟ ليه نتنمر على الناس ونكرهها في حياتها لدرجه ان البنت تعاطي تقول لك خلاص انا مش هلبس دي تاني؟ يا بنتي ما هجبت زيها، يا بنتي مفروسه منك ومتغاظه منك ومنفسنه منك ورايحه. لا، دي ده جانب. اجي بقى الجانب التاني، هو ده كلام الناس بيأثر فيكي قوي كده لدرجه انك تاخدي قرار حتى لو ضد نفسك؟ هو انت كلام الناس بيأثر قوي كده لدرجة ان انت ممكن تبني عليه ثقتك بنفسك وبثقتك في ذاتك وفي عطائك وفي افعالك؟ دي كارثة، دي كارثة. احنا عايزين الكلام ده ينتهي. الجيل اللي موجود دلوقتي رغم كل التحديات ورغم كل الصعاب، هنبدأ عصر جديد سيمبا، لا، الجيل اللي موجود دلوقتي رغم كل الفتن اللي موجودة ورغم كل الحاجات اللي موجودة هو قادر على المواجهة، واثبت بالفعل ان العصر اللي احنا فيه عصر صعب مش سهل، عصر فتن وعصر صعب ومحتاج فعلا. مش زي ما بيقول لك انت، ما احنا زمان وعشنا. يا عم انت، احنا زمنك خلاف زمن غيرك، وانت تحكم على زمنك وتحكم على اللي انت فيه بمعطيات اللي انت فيه، نقاط القوه اللي كانت موجوده معاك. اما دلوقتي مطلوب انجاز، خطا، مطلوب سرعه انجاز في وقت قياسي قد كده، في انك انت ما عرفش تحقق قد ايه. فبالراحه، ما بقولكش اعتزل ولا بقولك سيبي اللي بتاع، ولكن اختاري الصحبة اللي انت تعلي معاها، اختاري الناس اللي ترتاحي معاهم نفسيا، واعتزل واعتزل ايه اللي يضرك واللي ما انتش مرتاح معاه. اي امر جاي لك منه خير خير، لكن ناس بتنزلك، ناس بتحبطك، ناس دايما بتقلل منك، ناس دايما شايفك وحش، ناس دايما ما بتقولكش حتى انك تحمد على محامد الله عز وجل والنعم اللي موجودة، انت مش شايفهم ودايما نقص نقص، سلبيات سلبيات سلبيات، نقد نقد. اعتزل الناس دي وخليك في الصحبه اللي تعلى معاها، الصحبه اللي تقربك من ربنا، الصحبه اللي تخليك فرحان بنفسك زي ما انت، وتسعى للتقدم والتغير. مش عيب على فكره، مش عيب احنا نتغير لحد ما يبقى عندنا 90 و100 لحد القبر، عادي مفيش مشاكل. لكن ما اكرهش نفسي وانا على طريق التغيير، ما اكرهش نفسي واكره حالي واحس ان انا قد كده وقيمتي قد كده بسبب كلام الاخرين، لا يلزمني. رأيك يلزمك عندك انت، الا اذا كان رحم الله امرئ اهدى. شو بقول اهدى؟ يعني بقول لك باسلوب حلو. الناس لا تقبل. النقطه في الاول وفي الاخر محتاجه ايه مننا؟ ايه محتاجه مننا؟ فقط انك تؤمن ان الله سبحانه وتعالى اوجدك وامدك واعدك للخير لك، وما في حد الا وربنا اعطاه نعم. صحيح ممكن يكونش عندك حاجه عند غيرك، بس ربنا عطيك حاجه تانية. فلما نشوف ونحمد الله سبحانه وتعالى وتبتدي نسعى، ايه المشكله ما تسعى؟ تسعى، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، بس برضه اعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلكم جيل الشجاعه الايمانيه بحق. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.